مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في بيرلي جافني بارك اللي موجود في منطقة بانتك على الريدو ريفر، على الريدو فالي درايف اللي هو هذا. وطبعا في تريل حلو هون واسمه ريدو فالي كونزرفيشن اوثوريتيز، هاي موجودة هون، منطقة جميلة جدا عشان تمشوا فيها وتتمشوا. طبعا الحلو في هاي المنطقة انها جاي على النهر تبع الريدو وقريبة جدا على اهل الريفر سايد، على اهل مانيتك وعلى اهل بارهيفن، يعني هي تقريبا بين بارهيفن ومنطقة مانيتك. حورجيكم شو في جوا، يلا معي. طبعا في قوانين بالنسبة للكلاب زي ما انتم شايفين، في اماكن مسموح تخلي الكلاب بدون الخيط اللي هي زي هذا المكان، او بدون الحبل اللي بتمسكه، وفي اماكن ممنوع. هذا المكان مثلا مسموح، الناس بتعرف الاماكن اللي ممنوعه بدفعوا $100 اذا كان موجود، وطبعا لازم ينظف وراء الوسخ او زي ما انتم شايفين هو في كلب هذا الاسود بدون خيط، اما باقي الكلاب موجود عليها. طبعا معظم الاماكن اللي موجوده في اوتوا فيها خاصه الباركات، فيها حمام زي ما انتم شايفين، حمام للرجال حمام للنساء، وحاطين برضه معقم بالخارج عشان تعقم ايديك. خليني احكي لكم شوي عن هذيك الجزيره اللي هي نيكولاس ايلاند. هاي عباره عن جزيره موجوده داخل الريدو ريفر، هذا اللي قدامنا هون الريدو ريفر، هلا حنعرب عليه. الريدو ريفر من اهم الانهار الموجوده، وثاني اكبر نهر موجود في مدينه اوتوا. الاكبر طبعا نهر اوتوا، لكن هذا الريفر بنقسم عند هاي الجزيره، وبتقسموا هاي الجزيره لقسمين وبلتقي بعد جزء بسيط. حعملكم بونص اخر الحلقة ان شاء الله، تقدروا ندخل على الجزيرة نورجيكم شو فيها. الجزيرة هاي زي ما انتم شايفين فيها ناس عايشة طبعا بس لإلهم، يعني الجزيرة عادة ما بدخلها حدا غيرهم. زي ما انتم شايفين قدامي بيوت، هدول هم عايشين في داخل الجزيرة. طبعا الجزيرة كتير مكتظة بيعتبروها، ولكن المنازل فيها كتير غالية لأنه موقعها طبعا استراتيجي، والحلو فيها أنها عالية عن المي زي ما انتم شايفين، وبالتالي ما بصير أي فيضانات بالبيوت. هنمشي إلى آخر الجزيرة حورجيكم وين بلتقي النهر مرة ثانية. طبعا منظر رائع. زي ما انتم شايفين هون بتنتهي الجزيره،
وبلتقي فرعين النهر مع بعض اللي قسمته هاي الجزيرة في البداية، وبرجع بكمل از ريفر واحد، شا نهر واحد. منظر رائع وخلاب وجميل جدا من هون. هذه الجزيرة نيكولاس آيلاند، زي ما حكينا هون بلتقي النهرين أو فرعين النهر اللي انقسموا قبل حوالي كيلو ونص.